في الغرف وكتب تحت الطريق. اليوم ونحن نعيش هذه اللحظة الفارقة في تاريخ الشعب التونسي، نريد أن نعطي شهادتنا التاريخية لكي تبقى شهادة لأبنائنا، لأجيالنا، للباحثين الذين يريدون أن يعرفوا حقيقة الشعب التونسي، حقيقة المعاناة التي عاناها الشعب التونسي في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي وحتى بعد الثورة، وسنأتي على ذلك في وقت. بصراحة قبل أن أتحدث عن نفسي لابد من الإشارة إلى أحداث الحوض النجم، اللي هي أحداث تقريبا كلنا نعرفوها، مانيش مش نعودها بتفاصيلها، ولكن لابد من أن نقف على أسبابها التاريخية والاقتصادية والاجتماعية. منطقة الحوض النجم وقفصة وجهات متعددة من البلاد التونسية الداخلية هي جهات مهمشة، وكانت تهميشها تهميشا ممنهجا مقصودا لأسباب متعددة، من بينها قفصة. ولاية قفصة هي من الولايات المتمردة على الدمبورقية، الولايات التي وقفت مع صالح بن يوسف، الولاية أو الجهة التي ناصرت الأمانة العامة، وكذلك كانت السباقة في أحداث 78، في أحداث 84، في أحداث 80، ثم أحداث الحوض المنجمي. وهذه الأسباب وحدها تجعل من جهة قفصة جهة ضحية وجهة ابنه أو مع أخيه أو مع تلميذه أو مع ابن أخيه أو ابن أخته. هذا الشعور هو شعور خاص، هذا شعور عميق، أنا بالنسبة لي عميق في داخلي، لأني سجنت أنا وابني وأوقفنا معا وعذبنا معا، وسآتي على ذلك في الفترات اللاحقة. فبقدر ما كان هذا السجن وبقدر ما كانت هذه المعاناة فيها طعم، هو طعم الانتصار، هو طعم الرجولة، هو طعم الإرادة، هو طعم الرغبة في المقاومة التي لم تتوفر لدى العديد، بقدر ما كان فيها شعور بألم داخلي. ولست أدري هل فيكم من دار لاريا تاع السجن هو ابنه وهما يتحدثان، لا أدري إن كان هناك من عاش هذه الظروف، وقد يكون هناك من عاش أسوأ وأقسى منه. أحداث الحوض المنجمي قدمت الجرحى، قدمت الشهداء، قدمت السجناء، قدمت ما يزيد على 1000 سجين، قدمت 3 شهداء اللي هما هشام العلايمي وحفناوي المغزاوي وعبد الخالق العميدي، قدمت العديد من الجرحى، قدمت العديد من الشباب للسجون. ولكن للأسف رغم هذه التضحيات ورغم ما قدمه أبناء هذه الجهة، فالحال في قفصة وفي المناجم كما الحال رغم مرور العديد من حكومات ما بعد الثورة. لا أتحدث عن نظام بن علي ولا أتحدث عن نظام بورقيبة، ولكن أتحدث ما بعد 2011، حيث أن أول مؤسسة كنا نتمنى أن تكون انطلاق للعدل، تكون انطلاق لنشر الحرية، تكون انطلاق للمساواة، المجلس التأسيسي رفض أن يعترف بشهداء الحوض المنجمي وبجرحاه كجرح الثورة وكشهداء الثورة للأسف. وهذه مرارة يعيشها أبناء الحوض المنجمي ويعيشها أبناء الجهة. الحال على ما هو عليه، نعم، الآن وفي هذه الأيام.
حاكمة للشباب الذي يعتصم ويحتج ويطالب بالتشغيل كما طالب غيره في 2008 وفي 2009. محاكمات متتالية الأسبوع الفارط والأسبوع قبل الفارط، شباب رديف، شباب المعارض، شباب المغيلة، شباب المتلوي، كلهم الآن يقدمون، وكأن شبابنا معناها سيصبح في بعد شهور أو بعد أيام أو بعد سنوات سيصبح الكل ذو سوابق عدلي، معناها ما عادش يتقبل في الشغل، وقت اللي يمشي يطلع بطاقة عدد ثلاثة ما عادوش يقبلوه، معناها هذا هو مصير شبابنا في المستقبل. فالشعور بخذلان حركة الحوض المنجمي والشعور بخذلان الثورة التي انطلقت بالفعل في 2008 والتي استنسخت في 2011 بكل معانيها، بمعاني التضحية، بمعاني النضال، بمعاني الاستشهاد، بمعاني بشعارات مقاومة الفساد، بشعارات العدالة بين الجهات، بشعارات العدالة الاجتماعية، الكلها استنسخت في 2011. وفي تقديرنا لا، هذا ليس استنقاصا لثورة 17 ديسمبر 14 جانفي، وللأسف المجلس التأسيسي أخطأ مرة أخرى عندما حدد تاريخ الثورة بأقل من شهر، معناها في العالم الكل ما قامش الثورة بأقل من شهر، ولكن كان القصد من ذلك هو إقصاء معناها حركة الحوض المنجمي وحصر الثورة في مدة معينة حتى لا 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 تشمل ما وقع في بنقردان وما وقع في القصرين وما وقع في قفصة وغيرها، وهذا مؤسف بطبيعة الحال. إذن حركة الحوض المنجمي اللي دامت ستة أشهر حركة كانت حركة سلمية، حركة اجتماعية، كانت مطالبها مشروعة، وإلى حد الآن هذه المطالب لا تزال مشروعة إلى اليوم، لم يتحقق منها على الأقل الكثير. قدمت الحركة هذه، قدمت أبنائها ضحايا وقربان لتحرير الشعب التونسي ولزرع روح الثورة في الشعب التونسي بطبيعة الحال، وهذا ما حدث في 2011. أنا مش نتحدث على تجربتي، وهذا فيه نوع معناه كيف ما قلت نوع من الذاتية، حالتي لم تبلغ حالة العديد من يستحقون أن يكونوا في هذا المكان اليوم وأن نعطيهم الوقت الكامل، من أمثال شهداء الحركة النقابية مثل سعيد جاجي وحسين الكوكي، شهداء الثورة الشهيد شكري بالعيد البراهمي بالمفتي وكل الشهداء الذين سقطوا. أنا وما وقع لي لن أبلغ شيئا مما قدمه هؤلاء أو من المعاناة التي عاناها أو يعانيها إلى حد الآن أهل هؤلاء الشهداء، وسأحاول أن أختصر في تقديمي معناها تجربتي حتى لا أثقل عليكم. الاستنتاج اللي خرجت به من أحداث الحوض المنجمي ومن الإيقاف ومن السجن هو أن البوليس التونسي والأمن التونسي ما هوش كيف بعض. الأمن فيه اللي يأكل في الخبزة واللي نجم معناها ما يظلمش وما يتعداش على الناس، ولكن فيه اللي يمشي بالتعليمات ويعمل كل ما يملى عليه، وفيه نوع آخر من البوليس الذي يجتهد أكثر من اللازم، يقولوا له امشي خطوة يمشي خمس خطوات، يقولوا له اضرب ضربة يمشي يضرب عشرة، يقولوا له جيب المعلومة الفلانية يحاول أنه يضيف معناها أشياء أخرى.
هذا البوليس أوقفنا في 2008 في الإيقاف الأول. احنا توقفنا مرتين، أنا شخصيا توقفت مرتين، وقفت في 7 أبريل 2008 وتوقفت في 1 جويلية 2008 كذلك. في الإيقاف الأول كان البوليس قام بمحاولة حرق المركز وأراد أن يلصقها بشباب أرديف وبمناضلي أرديف ويزج بهم في السجن بعد أن اختار الحل العسكري، الحل الأمني، لأنه ضاق ذرعا بالشعارات وبالمظاهرات وبما كان يقع في ذلك الوقت. افتعل حرق مركز وداهم المنازل. وسكتنا لك من الصباح وعملت انت في قعفور ما عملت، ومناش باش نوقفوك ونطلبوا منك باش معناها باش تو باش نبعثوك تروح كذا وتهدي روحك على جولتي وكذا. فبقى عارف شويه خاطر خويا كبير سي حبيب من الصباح مشالهم باش يشكي بالوضع، قالوا له استنى هنا، هما الطامه والعامه في قعفور وخوف عندهم وما قالولوش راهو توفى للعشيه. فما هو الحكايه معناها سمع كي شافني انا دخلت يهزوه للبيرو الكبير ودخلت انا قلت له الشهر، قلت له انت شهر مره واحده معناها كان في حاله انهيار. قال له يهز مروح بها. فات له حبيب قال وين تروح بها شفت معك انت؟ قالوا لي انتم في حاله. قالوا انتم في حاله ما تمسوناش بعدونا. هبطنا لسيارته هو هما يسال فيه واحد تسوق ولا ما تسوقش في حال تسوق روح. مشينا هبط له لوطا برد وجهه وبردت انا وجهي شويه فرتحنا شويه وبعد ركبنا على واحد. هذا معناه الوضع حكيت وصف المشهد هذا. ما عادش في نداء عديت المحكمة هالقضية وتحكم فيها وثم اعترافات وش صار؟ قضية المحكمة العظيمة ذيك أنا أحكيه عليها المحكمة الداهية ياسر. اولا كما قلت لك حاكم التحقيق فيه ماشي في هندسه الحكايه والطمس نتاع اثار الجريمه ومدينه قعفور، وتحيه عظيمه وكبيره لاهالي مدينه قعفور اللي وقفوا حتى لين وقع الدفن بعد قرابه الاسبوعين والبلاد منتفضه في تلك الاثناء. علاش دامت برشا؟ لان الطبيعي معناها رفع كيف قعفور تتحرك في النهار الاول والثاني والثالث معناها وترفع من سليانه لمستشفى شار نيكول بتونس للطب الشرعي. والتقرير بتاع الطب الشرعي لولاني كان تقرير بلغتنا اصدائه ونحن متيقنون من كونه تقرير طب شرعي موضوعي صادق سليم، معناه انتهى باستخلاص انه موت تحت التعذيب وفيه وصف الحاله اللي احنا نعرفه. دامت الحكايه على خاطر تبعث روحك التقرير الطب الشرعي ما حبوش يحطوه، بقى صراع في السلطه الفوق فذاب التقرير هذاك الاول وعملوا طب شرعي ثاني مع دكتور ثاني ما نسميش الاول ما نسيت اسمه، اما الثاني نعرف اسمه موجود عندكم مصحح في الطب الشرعي عندكم وانا لا اذكره ليس خوفا منه وليس خوفا عليه وانما تحقيرا له. ما اذكرش اسمه. عمل تقرير معناه فيه الابواب كلها تؤدي للشك، خلى فيه منافذ معناها مش معروفه حكايه موت نجم تكون كل شيء. بناء على هذا معناها باش تبدا توا التحقيق. مشينا احنا كعائله طالبنا باعاده تعميق البحث او باعاده البحث، فما جمله قانونيه قضائيه تسمى تعميق البحث او اعاده البحث كومبليمون دونكيت حاجات من عضايا معناها سياق قانونيه. قالوا هنا المحامين اتطوعوا قرابه 100 محامي للقضيه، وكلفت العائله ممثله في شخص الوالد اللي مازال يتحرك شويه لانه من الصدمه طاح تو نجوها من بعد. كلف العائله وخويا كبير والاخوه الكل والوالد كلفوا الاستاذ واحد استاذ محامي مش لازم نسمي اسمه. مع 100 محامي مشينا للمحكمة وطالبنا تعميق البحث، وبدات تعاودت الخدمة تعاودت لكن في اتجاه تقرير طبي جديد ومعناها وحكاية أخرى. ثم عينت جلسات
الجلسات كانت تباعا 4 ولا 5 جلسات ما نذكرش بالضبط كلهم في شهر جوان هذا مثلا 22 جوان يتعاود ضغط. الجلسة الأولى هي الهامة. الجلسة الأولى مشينا العائلة كلها مشيت دخلنا القاعة قعدنا فما أصدقائه ورفاقه أهله عائلته برشا عباد ما فماش بقايا في القاعة قاعدين في شارع باب بنات معناها ناس من المجتمع المدني طلبة معناها قاعدين يحكيوا لطفا يتناقشوا معناها جو كبير. قبل ما تنطلق المحاكمة رئيس المحكمة ضرب المطرقة نتاعو وأعلن عن طابع سرية الجلسة وطلب إخلاء القاعة. عرش السيد المعتبر اللي عنده باش يجي يحاسبه باش يعمل له جلسة سرية. معناها كيف نقول أنه القضاء أش نعمل بوليس؟ لأنه يتستر على البوليس، يغطي على البوليس، يغطي على الجلاد، يغطي على المجرم. فهو أش نعمل؟ فالمجرم الذي عذب وقتل في نهاية الأمر في رأيي وتقديري واعتباري ما له إلا روشكة بسيطة في ماكينة الاستبداد والتعذيب والإرهاب والتسلط والفاشية. روشكة. أما الروس الكبار المكان الأجهزة الكبيرة راهي مش غادي مش في مركز الواحد وكان نحن نطالب وراه بمحاسبته ما يلزمش يفلت بالعقاب لكن أنا أؤكد في حضرتكم على هذا الجانب أنه راه المسؤولين مش اللي عمل برك راه اللي نفذ واللي سكت عاون الأمن في مركز قعفور اللي ما مسوش خلاص خطب برشا عوارض وارد جدا أنه فما عاون ما مسوش خلاص. أنا أتهمه وأطالب بمحاكمته لأنه حسب القانون مش أنا اللي عملت القانون أنتم عملتوا القانون حسب القانون من لا يقدم عونا لشخص في حالة خطر يعاقب. ne pas porter secours à personne en danger هذه مكتوبة في كتاب القانون et puni par la loi يتعاقب القانون يعاقب. هو ما أعلنش عليه ما قالش ولاد الطفل باش يموت ما قالش يزو ما قالش لأهله ما قالش ما هز تليفون وكلم عارفه المسؤول الجهوي ولا عمل تقرير ما عملش هذا الكل ما يهموش. نسب مكينة كاملة فيها القضاء وفيها الطبيب متاع السبيطار يتخفى على الجريمة يزم يجي شكون اللي مس بالمكينة وحاج ومدير السبيطار وينه شكونه هذا اللي يلزم يعطي وقاضي التحقيق اللي جاي يموه علينا ويراوغ ويعمل تسلق جدارا او خرج من هنا ما من شارع برجيب قدام يتعدى على القهوة يتعدى على الواحد في شرط متعدي عاملوه ما نسحوش ودي عمره ما دوبل كان دوبل في الباتك اللي هما قصوا عليه ديما الزوائز وديما قاري وباهي ما نجحش العمل زاد عام الثاني ما نجحش منت عامي وما نجحش ولا عاد عام الثالث سكه هو ولا هو يحاردوا فيه مشاش عام الثالث مشاش حتى شدوا بعد نهار ساق هذاك ال أنا قلتش اللي هكاك هو الناس جاونا قبل الليل ما ساعتين تاع الليل وجاونا جانا الحاكم درسوا علينا من فوق واستحوا من اللوطة ويخلوا احنا عنا دار مقسومة تاع عائلة كل حد وداره وكاي مقسومين انا نسكن في 25 متر جا درسوا علينا حتى الفرش دخلوا لي ويا ولدي قلت له هما زازي رجل البيت يا ولدي شبيك قلت له من داخل وطلع يجري كان قال يسامحني وطلع طلع مشاو الولادي راقدين في البيت 4 انا عندي 6 اولاد 4 راقدين جاوا انتم ما تعملوا هنا كل واحد فرد في اذنه يحلوا عينيهم من نومك ويقعوا كل فرد في اذنه واش تعمل هنا قالوا في دارنا انا راقد انت جابك هنا مثلا تو ولادي كلهم مفجوعين كلهم مخلخلين من كل التو فجعه في قلوبهم على كل النهار هذاك اللي تعسوا عليهم في الليل ولدي قيس مريض بالعمل ولا قتل الشعب ولا الرئيس قتل اخونا وذاك اخونا واخوه بالبيت
هي اللي حب العباد الكل. بعيد وقريب يا هكاك او هزو لي جمال عاد هزو جمال قال جيبه اخوه ودك لا خلنا عندك جمال كل يوم بوه يمشي نابل وما قالوا جيب الاخر وجيب هز هذا حتى للنهار جا خبرونا على فيصل قالوا راه ولدك توفى عافيتك ثلاثة سوايع ما كاش ما دخلتش عليه ما تلقاهوش حتى من الاوراق جابوه حاضرين قالوا لي ما تهز لي كل جمهورية قبل كل جمهورية باش نمشي هاي هزوا لكل جمهورية ومشى بارك اللي كان اتصل له الفترة الأولانية بتاع خروج إيقافي أنا واستشهاد فيصل شقيقي كان اتصل بالعائلة واخذها منهم صورة من التقرير الطبي اللي تسرب حول التشريح بتاع فيصل بركات التقرير الطبي هذا اللي ثبت فيه كونه فيصل بركات مهواشي مات في حادث مرور كما قدموه للعائلة إنما هو مات تحت تعذيب أنا سأزوركم شهادة لأحد الموقوفين أو شهادة اللي هي تحكي على شهادة الطبيب لما دخل لأنه من الأشياء اللي الصلبة في ملف شهيد فيصل بركات كانوا الطبيب جابوه لمركز الأمن وعاين فيصل بركات قبل وفاته يعني فيصل بركات ما كانش مات تحت تعذيب تيشوه بركة لا جابوا الطبيب اللي معاينته قبل وفاته والطبيب في الشهادة متاعه يذكر شنية الحالة متاع الجثة اللي تقاها ثم بعد في التشريح في التشريح متاعه يذكر شنو موجود في التشريح انا شعطيكم شنو موجود في التشريح وتسمعوا مجرد سماعة وتعرفوا شنو الحالة موجود عليها الجثة في التشريح يقول الرأس كدمات عريضة رضية بكامل الجبهة والجبهة اليسرى للوجهة والشفة والسفلى والذقن تجلد دموي رأس من ناحية اليمنى اليد اليمنى منتفخة الزند والعضد كل اليد اليسرى تحمل كدمات وزروق وخدوش أسفل الظهر انتفاخ رهيب وزرقة زرقة وانتفاخ في الجهاز التناسلي الساقين ركبتين زرقة وخدوش الساق اليسرى تحمل جروح طفيفة بدون كسر أما الساق اليمنى فهمه تحمل خدوش كثير توجد زرقة وانتفاخ بأسفل الساقين في الشرج جروح غائرة وتمزق بالعضلة الشرجية واحمرار بالمستقيم أنا هذه خاصة الفقرة هذه اللي فيها اللي فما جروح في المستقيم واحمرار فما بعد هي فما ثقب في ملتقى الامعاء مع الشرج هذه يقول فيها دكتور ديريك باوندر اللي هذه هي كانت سبب الوفاة وهي تجي بادخال قضيب جزء صلب لأكثر من 15 سنتيمتر عملت ثقب في ملتقى الأمعاء مع الشرج يعني اغتصاب بعصا وهذا عندنا شهادات تثبت داخل ملف اليوم اللي هي اللي شكون اللي عمل العملة هذه عندنا على الأقل هنا فما شوية تفاؤل من بعد الثورة عندنا سنة 2013 يقع الاستجابة لطلب المفوضية السامية للأمم المتحدة باستخراج الرفات بالملف اللي وقع فتحه سنة 2009 الملف 27 27
وقع فتحه في عهد بن علي سنة 2009 بهدف استخراج الرفات، لكن استخراج القاضي ما يستجيب إلا سنة 2013، لأنه احنا كان الطلب بتاعنا واضح في هو الاستجابة لطلب مفوضية السامة حق الإنسان. طلب مفوضية السامة حق الإنسان الوالد في ذلك الوقت لبيع مواد كهرباء كهرومنزلية. رشيد الوالد خمم فيه وبعثه يتمرن في تربية النحل، وهكا عملنا شركة لتربية النحل. رشيد في 81 التحق بالMDS، ثم التحق بالحركة الإسلامية، ومن تاريخ الانتخابات متاع 89 برز رشيد في مدينة سليمان، وكان صحاب ياسر هو الشهيد فيصل بركات. من ذلك التاريخ رشيد معروف في سليمان بالسخاء متاعو، يعاون كل فقير، كل إنسان باش يتزوج يعاونه بالمال ويزيد يستعمل السيارة في الهزان ولا في الجبال. رشيد وقت اللي واحد يستحق له مريض يتبرع له بالدم. رشيد كان سخي ياسر، حتى اللي يطلبوا انا ما نكذبش عليه، تعاون امن في دبوزة شراب يعطيه 5000 باش يمشي يسكر بها. رشيد تزوج يوم 27 جويلية 1991، شهرين من الزواج متاعه كان في الهروب. شيد قام بعملية اللي هي مشى باش يقضي قضية في قربة، سجلوا الرقم متاع الكنونة متاعنا اللي كان ثم حراسة في الوقت ذاك، بالعدد متاع السيارة عرفوا شكون المالك متاعها اللي هو والدي. ثم اللي يسوق في السيارة هو رشيد. روح للدار تقريبا نص نهار، هذا في شهر أكتوبر، في بداية شهر أكتوبر جاء عون أمن دق الباب، يا رشيد راهو رئيس مركز حشدو بيك. قال له حاضر نلبس صباطي ونخرج معك، لكن رشيد رد الباب وطلع تسلق ويسكن في البريمير ايتاج، وزيد عندنا دروج للسطح، ما كملش البني متاعو في الوقت هذاك متاع قواس الظراف، وطلع فوق السطح وهاجر لبلاد، هاجر سليمان. العون الامن قاعد يستنى قدام الدار. جاء والدي عليه رحمه الله فضل سي محمود، هذا العون امن اللي جاء يبحث على رشيد، قالوا يا عم سالم نستنى في رشيد او باش يخرج. والدي على حسن النيه دخل الدار بدا يعيط يا رشيد يا رشيد، ما جاوبوش خاطر رشيد مش موجود. هو غد يا سي محمود قالوا راه رشيد مش موجود في الدار. قالوا شنو عم سالم تو نلعبوا مع بعضنا احنا، يا رشيد تو دخل الدار وتقول لي مش موجود، تحب قالوا تحب تفضل الدار تفضل تركز. قالوا لا تو نجيب رئيس المركز، انا نسكن وحدي في داري. جاني تليفون على اساس جاو اعوان امن ومعهم رئيس المركز نتاع سليمان، دخلوا للدار ورشيد خويا داروا فوقنا احنا، وفتشوا المنازل الزوز الفوق واللوطه وشي طبيعي رشيد مش موجود غادي. عيطولي جيت انا، خلطت وقتها رئيس المركز والاعوان نتاعو هابطين من الدروج نتاع رشيد. تلفت لي السيد رئيس المركز قال لي رشيد وينو؟ قلت له راهو في جيبي. شنو تقول لي رشيد وينو؟ انا نعرف عليه رشيد وينو. قال لي الهروب ما يفيدوش، قلت له كي تشدو اعمل فيه اللي تحب. وفعلا وقت اللي شدوه عملوا فيه اللي تحب.
وقتها هرب مشى لتونس. انا بالصدفه نهارتها عندي ثلاثه اولاد مرضى هزيتهم للطبيب في تونس. مشيت بحذا اختي في باب سعدون نلقى رشيد موجود غادي. قلت له فسر لي الحكايه. قال لي قمت في مهمه في قربه خذوا النمر بتاع الكهرباء جاء باش يشدوني. هي علاش هذا كله؟ قال لي يا تونس الواحد منهم يعطيني بالتفصيل اللي هو مستانس ياخذ من عنده 5000 باش ياخذ دبو زشرة. رشيد هنين عليه وحطيناه في بلاصه في برناك في دار اخته. وحتى حد من العائله ما يعلم الا العبد لله واخته اللي هي في الدار. اخته تخدم موظفه في الليسين تاع برناك، راجلها يخدم في ديوان الحبوب، عندهم دار وعندهم زوج وليدات صغار. رشيد قاعد غاد. لما حاجتي باش نطلع على رشيد نمشي ناخذ المفتاح من عند اخته من الليسي وندخل للدار نقعد انا وياه مشوار ونروح. مشيت نهار قلت يا رشيد فيصل البركات مات. مات قلت له مات. لا حول ولا قوة الا بالله. وقتها هو ضربت في قلبه نظرا وانه كان متعاطف ياسر هو فيصل البركات. بعد مدة لا محال الامن مش قادر يقعد حلل وطلع وهبط وعرفت اخواته وين يسكنوا بالضبط. هذه تسكن في تونس، الاخرى في مرناك، الاخرى في مدينه خلاله. احنا تبارك الله عندنا 6 بنات وثلاثه ولاد اللي رشيد اصغر ولد فينا. بدات المداهمات يلوجوا في سرشيد ابتداء من 20 و21 و22. نجيو نهار 23 اول ما بداو مشاو لدار نسابو يلوجوا في رشيد ما تمش. جاو لدارنا دار الوالد لوجوا رشيد ما تمش. طلعوا للدار الفوقانيه ما تمش. بين قوسين في الوقت هذاك زوجته ترقد هي واختي في الدار اللوطه. احنا كنا متزوجين، عندي اختي وقتها عزبه ترقد هي وياها وبابا وامي في بيتها. بعد دارنا ودار رشيد الفوقانيه هزوا زوجته اللي هي منيا الجويني عروس شهرين تقريبا على اساس طلعوها في سياره. حاول باش تلتحق بيهم اختي وسيله اللي هو جاء في الاخر دز بساقه طيح. هزوها العلم والله وين مش يهزوها. انا وقتها جاني تليفون، انا وحدي في داري نسكن، جاني تليفون من عند اختي وسيله يا جسم راهو العوان جاو وفركسوا رشيد ما لقاهوش هزوا منيا وين حتى حد ما يعرف. التليفون الثاني جاني قال لي يا جاسم راهو امك تبكي ما نجمتش تسكت حاول كيفاش تجي. انا بيدي وليت في خطر، يندر ناخذ السياره نتاعي نمشي لدار تاع ربما يراقبوني ولا نمشي على ساقية. التليفون الثالث جاء يا جاسم واش لازم تجي راهو قالت لك امي اقعد في دارك مش عندك فيها منيا. واخيرا يجي التليفون الرابع يا جاسم راهو منيا جابوها. طول الوقت نحكي لك تقريب 3 تاع الصباح. فيما بعد يجي التليفون الخامس حوالي 6 تاع الصباح اللي اختي خاطر ما عندهاش تليفون استنات الفجر ومشيت دقت على زميلتها وطلبت منها التليفون باش تعمل تليفون باش تعلمنا على اساس رشيد تمت عمليه القبض عليه. يقول قايل شنو اللي صار وقت اللي هزوا منيا؟ هزوا منها ثم زوز سيارات معاه. منيا عروسة، احنا في العادة متاعنا العروسة نضيفوها. ضيفت مرة بحذا اختها هذه بحذا اخته اللي هي في برناك. جاو قالوا لها ورينا دار اخته بالسيف. والوقت تقريبا 11 متاع الليل. ورد بالك تغلط في الدار. انسان مشى مرة برك. سيد ياسر باش يطلع الدار انا هذه ولا هذه. لكن هي
رغم هذا قدم شوية واخر شوية قدم شوية واخر شوية حتى لين طلعت الدار. رشيد فايق وقتها يسمع في الكهرباء اللي داخلة خارجة. مشى لأخته علمها قال لها يا سيام حضر روح تراو جماعة وجاب. بالفرتونة ليلتها الزوجة مش بحذاها هو عندي بلاسمون في سقس. هيات روح لبست حوايجها. قال لها بالنسبة لنا ايش عندك فيها؟ ضربت مني الباب. شكون حل يا سيهان وسط الروح كراو معايا عوان. حلت الباب داهموا الدار كاملة ستة سبعة ثمانية عوان تقريبا. هذا مشى لنا والاخر مشى للغادي والاخر كذا كذا. المرة الاولى اختي خايفة على اخوها شيء عادي لا خلاه ولا سبان ولا شتم ولا منا ولا من غد. في النهاية خرجوا وما عثروش على رشيد اللي هو ما